مين هم الاصليين يا مراد؟ الاصليين قدامنا اهو قاعدين اللي هو احنا يعني كل واحد بيعتبر نفسه اصلي صح. مش كده؟ هي دي اجابه السؤال. سبحان الله بالزبط. الحمد لله يا رب نجحت في الامتحان. طبعا الاصليين هم مش جهه معينه، احنا مش بنتكلم على جهه معينه او ناس معينه، احنا عاملين فيلم خيالي بنتخيل جدا جهه اسمها الاصليين، اللي هي اي حد فينا بينتمي لجروب معين بيعتبر نفسه احد الناس ديت. احنا الجروب الوطني، احنا المدافعين عن الوطن، احنا صح. الاكثر علما، احنا الاكثر، احنا اللي بنعدل المايله، دول الاصليين. مظبوط. كل حد بيدعي ان هو عنده اصل الاشياء فهو بيعتبر نفسه من الاصليين، واحنا في مصر تقريبا الفورمولا دي مش بس في مصر، عالميا موجوده. فانا مش قادر اقول مين الاصليين، لانه لو انا حددت يبقى انا بتكلم على فئه معينه، احنا كلنا اصليين من غير ما ناخد بالنا.